حياكم مجددا مشاهدينا وكل متابعينا. اليوم حديثنا مكمل لموضوع ايضا مهم، وهو جامعة دار الحكمة التي نظمت معرض بعنوان رؤية ملك لخريجي السنة الأخيرة لطالبات دار الحكمة. حنتعرف عن تفاصيل هذا المعرض من خلال هذا التقرير، تابعوا. نظمت جامعة دار الحكمة معرضا خاصا لطالبات السنة الأخيرة في قسم الاتصالات المرئية برعاية كريمة من صاحب السمو الأمير فيصل بن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود بعنوان رؤية ملك، مهدى من الطالبات إلى ملك القلوب الملك عبد الله رحمه الله، تقديرا لتفانيه في دعم تعليم المرأة بالمملكة. اللي شفته اليوم الحقيقة عن الإبداع والابتكار والمنتج اللي أتمنى أن إن شاء الله أشوفه على أرض الواقع، ونجد ويجد التشجيع من المؤسسات من الحكومة يعني في المقام الأول، والمؤسسات إنه تشجيع مثل بناتنا الحقيقة المبدعين اللي تحس إنه في عندهم يحاول يربطوا أصالتهم، يعني يربطوا الأصل بالعصر. المعرض اليوم بيتضمن القسمين، قسم التصميم الجرافيكي وتخريج أول دفعة للموشن جرافيكس. كل بنت بتقدم المشروع الخاص بيها، مشروع التخرج الخاص بيها، كل بنت منفردة بمشروع وعادة ليه علاقة بخدمة المجتمع. احتوى المعرض على 54 مشروع تخرج أظهرت فيه الطالبات شغفهم ومهاراتهم الإبداعية الخارجة عن المألوف بدمج البرامج الرقمية بالفن اليدوي في أعمالهم، مما زاد من جودة العمل وجعلهم في مصاف الخريجات في عالم التصميم المرئي. وفكرة المشروع اللي هي بركز على اللي هم الخمسة أركان الإسلام للجنسية الهندية. وليش الجنسية الهندية؟ عشان هم عندهم ديانات كثيرة متعددة ولغات مختلفة، 300 لغة تقريبا، وعندهم حتى الكتابة يكتبوها بطريقة غير. فأنا حابة أن أنا أوعيهم وأعلمهم على هذا، هذا أقل واجب ممكن أنا كمسلمة أنه أنا أسويه. بدأت مشروعي يمكن من سنة بعد البحث والدراسات، وسألت ناس كثير، سألت متخصصين عن هذا الموضوع، استنتجت منه أنه المرأة لها أهمية ودور مرة كبير في المجتمع مو كثير بيقدروه، فحاولت أنه أقدر من خلال التارجت أودينس حقوني اللي هم الناس اللي أنا أقدر أوصل لهم من سن 15 ل 25، لأنه هذا السن هو أكثر سن يحتاج أنه أنت تفهمي وتوعي، أكثر سن بيقدر يلقط هذا الموضوع. جتني فكرة من الظاهرة اللي انتشرت في السعودية وفي الشباب السعودي عموما، اللي الفئة اللي بيتفخروا وبيتفشخروا، يعني فشخرة ما هي في محلها، وبنفس الوقت لما تيجي تكلموهم ما يكون في عندهم ثقافة ولا يكون في جوهر. فأنا نفسي أوجه لهم رسالة أنه بلا فشخرة، ويعني استثمروا في الثقافة في العلم في الجوهر، هي اللي راح تبين قيمتكم عند الناس. يعد المعرض نافذة لتنطلق الخريجات من خلاله لسوق العمل، حيث شهد حضورا كثيفا من المختصين والشركات المحلية والعالمية، مما يساهم في توفير فرص عمل مرموقة للخريجات. لبرنامج سيدتي غادة الشاطبي، جدة. من جد جميل انه نشوف فتيات بهذا المستوى، والاجمل انه جامعه زي دار الحكمه انها تدعم هذول الفتيات اللي بتوفر لهم كل السبل انهم يلاقوا فرص العمل. وايضا الدعم كمان كان جدا جميل من سمو الامير فيصل بن عبد الله. حنتحدث عن هذا الموضوع مع الخريجه اللي تو صارت خريجه، الف مبروك كريم بوزير. الله يبارك فيك. انا جدا سعيد ان اليوم موجوده مع فتيات، او يعني جزء من، او خلينا نقول نموذج من فتيات دار الحكمة اللي فعلا يبيض الوجه. واحنا اسعد يعني الحمد لله، نبغى نسوي اشياء نرفع يعني. اول حاجه نقولينا على اجواء المعرض كيف كان؟ كان يعني هو الحمد لله كل سنه يكون في اشياء حلوه، بس دي السنه كان في اشياء جدا مميزه وجدا حلوه، وبس بين المجهود حق التعب اللي كانت بتصير في اخر 4 سنين، وبالذات السنه الاخيره اللي هي يعني كانت السنه اللي الواحد يشتغل على مشروع التخرج حقه. بس انت خريجه جرافيك ديزاينر. ايوه. كيف كانت المشاريع؟ عباره عن ايه؟ كان في اكثر من 50 مشروع في المعرض. بسم الله. أيوه. ما شاء الله. في
في مشاريع يعني كان في حملات توعية، ومنهم واحدة من زميلاتي عاملة حملة اسمه اختلاف، وعملت انه كيف كثير ناس عندهم مشاكل في تفهم آراء الآخرين، أو أنه كيف أنا أفكر أنه رأيي صح وهو الكلام اللي يمشي. فعملت حملة توعية، وواحدة تانية أخذت الحروف العربية وعملت تحديث لكل الخطوط العربية القديمة. كان في أعمال يدوية كمان، يعني كان كمان في كثير من الزوار اللي هي من شركات جدا كبيرة ومهمة اللي أبدت رأي حلو في هذا المعرض، أنه أثنوا على فكرة الأعمال اليدوية. بالضبط، الجرافيك ديزاين ما هو يعني ما يقيد الواحد انه بس اشياء على الكمبيوتر ولا اشياء مطبوعه، يعني الجرافيك ديزاين يمديه يتطبق في كل المجالات، يعني حتى اشياء اشغال يدويه انه هي الكمبيوتر يساعد بس الباقي على الانسان اللي بيشتغل في المجال. مشروعك اللي قدمتيه ريم كيف كان؟ كلمينا اكثر عنه. مشروعي بدات صراحه انه لاحظت الاجانب لما يفكروا عن السعوديه التوعيه عن الثقافه حقتنا شويه سطحيه، ولاحظت انه في السوق وفي المكاتب بالذات الكتب اللي عن السعوديه وعن جده بالذات قليله، واللي موجوده بتتحدث بس على مثلا الكورنيش على البلد. فلقيت في نقص في السوق واخترت الفرصه دي اني اعمل كتاب عن جده، واخترت اماكن اللي هي مهمه في ثقافتنا بس ما في عنها يعني كثير في الاعلام. زي ايش؟ منهم سوق البنجله، سوق السمك. الله حلو. وسوق الصواريخ اللي هو الحراج، وطبعا في اماكن انا ما كان رحتها من قبل، فكان يعني اكسبيرينس لي اني انا اروح اشوف دي الاماكن واتعرف على الناس، وحسيت يعني في هناك عالم يعني بتكون توعويه لينا احنا قبل كمان. أيوه. ككاتبه بالزبط. يعني وفي اماكن ثانيه انا عارفاها وحباها زي الهنداويه، وابغى الناس يروحوها ويعرفوا ان هذا المكان الفلاني هو يعني اللي انا مثلا اشتري منه الكلف حقتي، يعني اللي هي الاشياء اللي هي تعمل الثقافه حقت البلد. بالضبط بالضبط، في ناس يعني يمكن على كبر يبداوا يعرفوا هذه الاشياء اللي بالزبط. المفروض هي معالم في جده. اعتبرتي هذه الروايه انها روايه بصريه؟ ايوه. الصور تعبر اكثر لانه كل واحد يشوف الصوره يفهمها بطريقته، وهي يعني الواحد الشاطر يحاول انه يصور الصوره انه كل واحد يفهم نفس المشاعر اللي الصوره بتعبرها. نعم. طب كمان نريم، يعني انت شايفه انه اليوم هذا المعرض ان شاء الله انه حيوفر لكم فرص عمل في المستقبل، يعني ايش شايفه نظرتك لكمان خريجات السنه اللي بعدك اللي المفروض ان شاء الله حيوصلوا؟ هل بيبداوا التحضير من الان لهذا المشروع؟ طبعا، يعني المشروع احنا من قبل ما نبدا السنه دي من الصيف كل واحده بدات تفكر ايش الفكره، ايش المجال اللي بتدخل فيه. يعني في ناس عملوا حملات، في ناس عملوا كتب، في ناس عملوا تطبيقات على الجوال ابلكيشنز، فكل واحده تبدا بس تعرف يعني شويه فين هي تبي تتوجه. حلو. انت عملتي طبعا هذا القصه الحلوه اللي هي بتعبر عن كمان حبك لمنطقتك او مدينتك اللي هي طبعاً. جده، ونقلتيها بشكل حلو. ايش الاشياء الجديده اللي حنشوفها من ريم؟ لانه انا عارفه انه ريم عندها كثير اشياء حلوه. ان شاء الله بسوي جزء ثاني للكتاب، وبختار الاماكن اللي هي برضو ما شفناها كمان. وطبعا انا عامله جزء في الكتاب هي اللوكيشن ستيكرز، فالناس لما ياخذوا الكتاب هم يقدروا يرسلوا لي عناوين اماكن يمكن انا ما قد زرتها ولا في احد عنها. اتبنى هذا المشروع ريم ولا لسه؟ نعم، في احد اتبناه خلاص اخذوه؟ لا لسه، بس ان شاء الله يعني. طب يلا ان شاء الله من خلال وجودك معانا اليوم يوصل صوتك للمسؤولين، لانه مشروع جدا حلو وهذا يعتبر سياحي كمان لمدينتنا. هو ايوه كان يعني المين بوينت من الكتاب انه يكون يعني كتاب سياحي، وكمان بس توعيه يعني انه للاجانب عن ثقافتنا. يعني انا جدا سعيده بوجودك معي اليوم، يعني كذا نموذج مشرف للفتاه السعوديه، ونتمنى لك التوفيق ولكل خريجات دار الحكمه ولكل فتيات المملكه اكيد. كل الشكر لك ريم بوزير، احدى خريجات جامعه دار الحكمه. حنروح معاكم مشاهدينا فاصل وراجعين. في الجميلة هذا العدد إليسا لا أتقيد بقوانين الشهرة، ضمن ملف الرشاقة أهم مشاكل البدانة وحلولها، نصائح عارضات فيكتوريا سيكريت، تقنيات تجميلية لإذابة الدهون، كيف تنحفين دون الإحساس بالجوع، أبرز اتجاهات أكسسوارات الموسم، أسرار الأناقة لإطلالة أنحف. الجميلة هي أنت. وتابع الجميلة أيضا على تويتر، إنستغرام وفيسبوك. في سيدتي بعد الفاصل، مبادرة نيدو بمناسبة الاحتفال بمرور 70 عاما على تقديم تغذية سليمة للأطفال.